مسؤولون باكستانيون إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 22 آخرون إثر انفجار استهدف مسجداً في مدينة كويتا بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن. من جانبه، بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، أعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الانفجار، سائلا سموه حفظه الله المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة. قال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح إن مشاركة دولة الكويت ممثلة بوزارة الصحة في أعمال الاجتماع الثاني لمنتدى التعاون العربي الصيني في مجال الصحة، والذي يعقد من 16 وحتى 18 من أغسطس الجاري، تنطلق من عمق ومتانة العلاقات التي تجمع دولة الكويت بالصين. وأضاف الوزير الصباح في كلمة ألقاها أمام الاجتماع أن هذه المشاركة تأتي تتويجا لزيارات الدولة التاريخية التي قام بها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى العاصمة بكين في يوليو 2018، وما أسفرت عنه من رفع لمستوى العلاقات بين البلدين الصديقين إلى علاقات استراتيجية شاملة.